مع سلامة. سلامة، مرحبا بيكم. شنو اخباركم؟ شنو احوالكم؟ يا سيدك، عملت طبق حلو بسكويت، حكيت 900 جرام بسكويت بهالوصفة هذه باش تعمل لكم بإذن الله. انا حابة نهزها معايا لحماتي، نعملو بيها قاعدة مع بعضنا، حاجة مزيانة برشا. 3 نكهات مختلفة و5 أشكال، بيضتين فقط و125 جرام زبدة وشوية زيت. وصفة ياسر مزيانة، ياسر بنينة، يجي هشوش ومطعم زبدة غالب. اقتصادية الوصفة، حبيت نودكم بيها. نمر مع بعضنا المقادير. توا حطيت 125 جرام زبدة في البول متاعي، باش نحط السكر عادي، باش نحط 3 مغارف مرة الأولى، مش معبين برشا. وباش نحط، 6 في الكل، اللي هي 4 5 6 سكرة، ونحرك بالقدايه. الزبدة بحرارة الغرفة، البيض بحرارة الغرفة. توا باش نزيد 8 مغارف كبار زيت. هذه وصفة اقتصادية، أما بمطعم الزبدة، مطعم الزبدة هو اللي غالب. هذه 2 7 8، وباش نحط زوز سكر فاني على كل عظمة، باكو سكر فاني. اللي عنده روح الفاني بالطبيعة يعمل روح الفاني، ونحرقه بالباهي زادة. شي جنس الخليط متاعنا، وبالطبيعة ما ننسوش نفة الملح، الملح بين صوابعنا هكا هكا هكا. الملح ديما أساس كل شيء. توا باش نعمل العظام بحرارة الغرفة، اما العظمه الاولى باش نهز منها، شويه ابيض حاجتي بيه، باش نعمل برشا انواع حلو، من بيناتهم واحد نلصق فيه اللوز، حاجتي بشويه ابيض، ما نبقاش نفقس في عظمه جديده، نفقسوا العظمه الثانيه هكا. ام فاسين من زهري، اما ام فاسين، نحركوا بالباهي بالباهي. هنا نجمو نزيدو عصير خل، انا شارية خل الليمون، خل الليمون بنين برشا، نعمل قدر نصف ملعقة قهوة، بنين برشا في ال بنين، ينحي الزفورة في نفس الوقت كمحسن. الخل يعمل، محسن. توا نخلط بالقدال وين يذوب السكر، باش نعملو الفارينة متاعنا، باش نحطو الوين يتجمع الخليط، باش نعمل شوية، هي باش تهز بريسك رطل فارينة، اما انا باش نحط من الاول الخميرة مع الفارينة ونغربلها. الخميرة باش نعمل قدر ملعقتي قهوة خميرة الصغرونة، هذه الصغرونة كيف ما تشوفوا فيها، باش نهز ملعقتين، ما هوش باكو، هو ملعقتين، يعني اقل شوية من الباكو الملعقة الصغيرة. يعني الباكو تخلو منه شوية، نغربل هكا، ماذا بيكم الحلو ديما مغربل. نزيد نحاول نحرك ونلم، انا ماذا بيا نتحصل على خليط طري شوية، لاني عندي اضافات باش نقسمه، وعندي اضافات، هو بشكل نرتل. انا باكو عندي ديما نحاول نعرف ان هو بشكل يرتل، رتل يزيد وينقص بالطبيعة حسب الفارينة تشرب ولا لا. انا توا باش نستعمل الملعقة، باش نزيد، نقسمه على 3،
نقسمه على ثلاثة، يجوني ثلاثة أنواع. أنا كي لقيته شوية نقسمه على ثلاثة. برتي ثالثة هذه باش نعملها بالكاكاو والقهوة. باش نعمل مغرفة كبيرة كاكاو، مغرفة ونص كبيرة كاكاو، وباش نعمل ملعقة قهوة. حتى بنينة توا باش نحطها في ساشي الو فري، نغطيها نحطها ونغطيها. ننتقل للصحفة الثانية، نزيد اللوز هنا ماذا بيا. اللوز هذا ني، عملت 50 غرام عملتهم كونكاسي، والرطب غربلته جاني قدر مغرفة قهوة كبيرة. هاني حطيته هوني، حطيته في العجنة هذيك زادة تبقى. توا العجنة الثالثة اللي باش نعمل لها بودرة الحليب، باش نعمل لها مغرفة قهوة. المغرفة الثانية يبنن برشا بودرة الحليب، بابي كويسون هكا ساعدنا في انك تحرك تميل منا ومنا من غير ما تتقلق. الفرينة تخلي القلقال يمشي بسهولة من غير ما يعذبك ومن غير ما يتعبك. انا المشكلة البلون دو ترافاي متاعي ضيق مع الكاهما كهو، شني لاقية راحتي. مثالش على خاطركم نحب نوريكم كل شيء هون. ديما نغطس في الفرينة باش ما تلصقليش. هكا ممكن. هذا اصعب واحد راهو فيهم بالطبيعة. العظم هو باش نعمل لكم، باش نعمل العظم البيضه باش نزيدها شويه خل. بالطبيعة حاجه اوبليجي نزيدها قدر نص مغرفه قهوه خل. الخل اللي عندكم اي خل انتخب قوها بالباهي 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 باش يولي ما عادش يتلصق العظم، يولي سائل يتخلط بالخل مليح وتنحى صفورة. وتوا باش ندهن الكعبات بالقدا، باش ندهن بالصفة بالصفة ونخدم بالصفة بالصفة. انا جيست كعبات عشوية حبيت نعملهم منوعين. توا نجيب اللوز متاعنا نحطوه هنا هكا، لوز ني كونكاسي، نعبو هكا من الوسط، حاولوا نفرقوا. وبالطبيعة هو باش يلصق على خاطر العظم نتاعنا البيضة باش يلصق هو بطبيعته. يجي شكله مزيان. نكملوا الصفة الثانية بنفس الطريقة هكا مسحة شطر الاخر. هكا كيفاش باش نخدمهم. توا باش نعمل
نعمل بول 12 غرام هكا. عيني ميزاني يبدو مريقلين. وبالطبيعة البلاتو بجنبي مش نحط فيه، والعظم بجنبي باش ندهن بيه، وهذوما وهذه هكا نعملوها هكا. نحاولوا نعملوها هكا بيدينا خير، بيدينا ديما اسهل الخدمه. نحاولوا نعملوها في شكل سمينه من الوسط، حبه في شكل حبه هكا. شوفوا كيم تاع كي نتاع الحصان. ديجا باش ندهنها بالعظم ونغطسها هنا فوق العظم ونجبدها ونفرشها في البلاتو نتاعي. نكعبرها هكا نكعبرها نكعبرها، من بعد نروليها هكا، نحي لها الفتفت نتاعها. هي عجنه سوبل ما تقلقنيش، وين توصل حكايه 8 سنتيمتر نعملها هكا حدوه حصان. من بعد ندهنها بالعظم بالباهي بالباهي، من بعد نغطسها كيف ما تشوفوا فيا هكا، ونمسح يدي ساعه ساعه باش نجم نهزها. هاكا نتحصل على الشكل هذا، هاكا تشوفوا فيه، هاكا تشوفوا فيه. انا باش نكمل بالجلجلين لو كان ما كفانيش اللوز، ولا باش نخلط. توا عندي شويه جلجلين، باش نخلط جلجلين ولوز نحطوه. زيد هذه طريقة أخرى مزيانة، ونوع آخر متاع حلو أسهل من الحدبة. ندوروها ندوروها ندوروها، بعد نفطروها شوية، ندهنوها بالعظم، نغطسوها في الجلجلان واللوز. هذا اللي عملناه الأول، باش يمشي للفور 180 درجة، نار فوق جلوتا الوين يرزي شوية من بودان المرة الأولى. باش نقسم البودان على زوز خاطر جاني كبير. هذاك غادي هذا نعاود نعملو، نحب نعملو أنا في حجم البوفريوة. أنا باش نعمل كعبات في حجم البوفريوة، ماذا بيا البودان يكون رقيق شوية باش كعبات البوفريوة يجوني متساوي. ان نحطوهم هكا، نحطوهم في صحن. هي هذه اسهل بسكويتة، ياسر سهلة ياسر بنينة، باش نعملها بجوز الهند. ياسر سهلة وبنينة. توا باش نبدأ نكابر، نعري هكا ونبدأ نكابر. حاجة سهلة جدا، تبدأ هكا تكابر كعبورة تخليها تاكي لي لتمسها لتعمل لها حتى شيء، المهم كعبورة نات. تجي هكا تطيب الصوم فرش في البلاتو وتحطها، هي بطبيعتها باش وتحطها هذيك. هي وين نكملوها مع سابليرا، نكمل بنفس الطريقة كعبورات ونحطهم، خلي مسافة بيناتهم كلهم ما شاء الله كلهم مرتوبين قد بعض. نخلي مسافة 1.5 سنتيمتر بينات بعضهم، 1 سنتيمتر بينات بعضهم، خاطرها باش تتحل وتهبط وباش تنفخ بالخميرة بالطبيعة. قد 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 من نجم هما باش يطيبوا 180 درجة نار الفوق ولوطة.
الويني روزي من اللوطة ويبقى أبيض من فوق، حكيت ربع ساعة راهم باش يتحلوا شوية، باش يهبطوا شوية، مش باش يبقوا كعبورات هكاكا. نشوفوهم مع بعضنا في كي يحضروا إن شاء الله، ونمشوا للشكل الثالث اللي هو بالكاكاو والقهوة. حلوة هذه رايجة برشا المدة الأخيرة، تكوني ريحة البنة متاع الكاكاو. بالطبيعة لازمكم كاكاو بنين وباهي، راهو فما كاكاو حاشا نعمة ربي، ما في حتى بنة وما في حتى طعمة. كبر شوية من بوفريوة، توا باش ناخدو مع بعضنا الثالث اللي كان مغطي هكا، نزيدو نغطوه مع انه طري، مشني خايفة عليه خاطرو طري باهي. نعملو الكعبة نسمحوها في دينا بالباهي، نرطبوها من بعد نعملوها في شكل اوفال. يلزمها تكون رطبة كيف ما تشوفوا فيها، لكن مشقة زيدوها شوية حليب وعاودوا لموها شوي، عاودوا عجنوها شوي، مش عجنوها اما لموها، ما يلزمهاش تكون يابسة باش ما تجيكمش مشقة، باش كي تعملوا الشقة كيكة متاع السكينة بالسكينة الماضية تجيكم كعبة نات ومزيانة. نحاول نغطي ماكسيموم، نعمل كعبة اخرى، ديما نسمح هكا، ندور ندور ندور، بعد نعملها اوفالا كيف كعبة القهوة بالضبط، نعملها شكل كعبة القهوة ويلزمها تكون سمحة مرتوبة رطبة، يلزمها تكون رطبة كيف ما تشوفوا فيها. قلت لكم العجنة جاتكم يابسة فما حل، زيدوها شوية حليب، صحيح تعمل لكم ريسك انها تجيكم البسكويتة يابسة، اما انتم حاولوا ما تعجنوش، حاولوا لو ماكسيموم تعملوها مزيانة، حاولوا من الاول تعملوا العجنة طرية. بسكويت بصفة عامة يحب العجنة طرية. نزول الكوشة يطيب حكيت 20 دقيقة، نار فوق ولوطة، وبطبيعة عينكم ميزانكم وكل واحد ودرجة الحرارة متاع الفرن متاعه. باش نوريكم زيادة الكعابر اللي قد البوفريوة، انا سهيت عليها حمرت شوية، سهيت عليها رزت شوية من فوق، هي نورمالمون دي بيضة دير طول باش تجيني طرية، يلزمها روز من اللوطة بالطبيعة، يلزمها روز من اللوطة ذيك عادية. أمانة من فوق سهيت عليها طيبتها برشا، شدت لي درجين من اللوطة ودرجين من فوق، أما أنتم درج بركة من فوق ويعني ربع ساعة من فوق ودرجين بركة من اللوطة، وتكون بإذن الله باهية وطيب لكم. توا باش نلزقوهم، اختاروا الكعبة قريبة من الكعبة، الكعبة قد الكعبة اللي باش تجي عليها، راهو ما تبدوش تعملوا هكاكا بارازار، راهو ماهوش بارازار الحكاية، تعملوا برشا معجون، مش برشا برشا يعني هكا ما يكفي باش يخرج شوية من الجناب الكل من الدير سير. بعد تغطسوه في جوز الهند كيما تشوفوا هكا، تغطسوه في جوز الهند كملوا الكعبات الكل بنفس الطريقة. هكا نخرجوه من الجناب ونغطسوها هكا ونقرصو هكا، نقرصو عليها باش الجناب يخرج بالباهي ويجي موجود على الجناب. نلتقي في طبق التقديم. الحلو متاعي طيح لي، انا ديجا عملت يجير طل فارينة وكعبتين عظم، طيح لي هالكمية هذه الكل اللي تشوفوا فيها. الحلو القهوة ما شاء الله راهو بنين، ومطعم كاكاو وقهوة هذايا زادة دوري شوية من اللوطة وابيض من فوق، كلهم استغرقوا، حكيت هذا استغرق لي ربع ساعة، هذا ربع ساعة، هذا استغرق 20 دقيقة، هذا استغرق 20 دقيقة. كمية باهية برشا وبنينة برشا ومطعم مزيان برشا،
وجوه مختلف. ان شاء الله عجبتكم الوصفه وعجبتكم بسكويتاتي، ان شاء الله تجربوها، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم في التعليق، واي استفسار مرحبا بكم في التعليق. توا مبقالي كان نقولكم الى اللقاء في وصفه جديده مع اسرار الطبخ مع وداد، وما تنسونيش بالدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فرصه وطبق جديد ان شاء الله.